مرحبا. إذا منراقب الطريقة أو المسار يلي بتطير فيه الفراشة، منلاقيها بتطير بطريقة مختلفة عن باقي الحشرات مثل النحل أو الذباب، فهي ما بتطير بخطوط مستقيمة طبيعية، يا ترى شو السبب؟ الفراشات بتستخدم أجنحتها لأغراض كثيرة مثل الطيران وللإعلان عن مدى سميتها، وأيضاً لخلق أنماط تمويهية. فعملية الطيران الغير منتظمة للفراشة هي بالواقع تكتيك تطوري بيخلق صعوبة عند أي حيوان مفترس آخر بالتنبؤ بمسار طيرانه. والفراشات الأكثر سمية ما بتحتاج لتنفيذ هاي المناورات، لها سبب بتطير باستقامة أكبر، وهيك فينا نميز بين الفراشة السامة والغير سامة. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون صيفي عادي بين الصحو والمستقر بشكل عام، ومترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمي حار نسبياً بالمناطق الشرقية والبادية. درجات الحرارة بعدها مكملة بارتفاعها التدريجي، حتى عم تصير أعلى معدلاتها بحوالي 2 لـ3 درجات مئوية بأغلب مناطق سوريا. أما بالنسبة للرياح فعم بتكون متقلبة لجنوبية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل لـ 15 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 30 و60%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 28 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون طقسنا صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل دنيا 15 العليا 36 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة عم بيكون طقسنا صح ومشمس، ودرجات الحرارة بدرعا عم بتسجل الدنيا 18 العليا 34، والجو مكفي صح ومشمس. أما بالقناطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 15 و30 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما رح ننتقل سوا نشوف طقس كيف عم بيكون. مكفي جونا صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة حما الدنيا 17 العليا 37 درجة. أما هلأ فرح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الجو على البحر. عم بيكون بيقدر توصل لاذقية غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم توصل لـ 29 باللاذقية، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم تتراوح بين 24 و28 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب جونا مكفي صح ومشمس بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 21 و36 درجة. أما أخيرا فرح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية بمدينة الرقة. الجو عم يكون سديمي، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 23 العليا 39 درجة، وبالحاسكة درجات الحرارة عم توصل للـ40 درجة، وأيضا جونا مكفي سديمي حار. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 25 العليا 41 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس هالأسبوع انطروني بكرة. باي.